السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامودي. هذا النهار غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي غالبية المربين كيعانيوا منه، وهو الحر ديال الصيف. هاد الطريقة اللي غادي نوريكم طريقة سهلة وفي نفس الوقت راها فعالة. هانتوما كما كتشوفوا الأرنب، راني دابا الوقيتة ديال الظهيرة راه كينهت بزاف، وخا كبيت عليه الماء كتلاحظوا الحركة ديالو أنه كينهت. علاش؟ لأن الحرارة بدات كتأثر عليه. كاينة واحد الطريقة اللي هي سهلة، وهي الزليج. الزليج غادي تجيبوا واحد جوج طروفة، جوج جليجات ولا جليجة وحدة، ولا أنايا أنتوما كما كتشوفوا معايا شديت هاد الجليج هذا، وعادي الجليج اللي كيدير فيه، واخا غير طروفة هكا أو جليجة كبيرة اللي بغيتو. انا درتو في الماء، الا حطيت عليه يدي هكا كونوا متاكدين ان غادي تلقاو الجليجه بردت بارده، لان فيها هاد الطرف هاد شويه هنايا من الطين. هنشوف اللون ديالو كيبقى شاد البروده، وخا نتوما ما كتسقيوش الا لاحظتوا. وخا كتكون الحراره على برا، ملي كتكون في الديور عندكم الداخل كتلقاو الجليج بارد. الجليج بارد لان عنده هاد الجهه هادي كتحافظ على الحراره. انا دابا كنقيسو بيدي هكا كنلقاه بارد. هذه كتحطوها عند القناين الداخل، لاحظوا معايا انا عندي بحال جوج مثلثات، غادي نحاول ان الارنب يبقى يحط يجلس على هذاك البروده، باش يبقى ديما هو مبرد. انتم كما كتلاحظوا، وفي نفس الوقت ما ديروش الجليج بزاف في الكاج، باش يقدر يتسرب هذاك المياه ديال عزكم الله ديال الارنب، يقدر يتسرب لتحت. نقدروا نديروا بهذه الطريقه مثلا هكا، تخلي واحد الفج ما بين الجليجه والجليجه، باش حتى الا كان شي المياه ديالو هكا يقدر يهود. هانتوما كتشوفوا انني ملي كنحط يدي عليها راها بارده، وهاد البرودة هادي راها كتنفع. هو غادي يمشي لها مباشرة، ها هو دابا حس بالبرودة، هو راه دابا راه حس بالبرودة. كنا متأكدين انه غادي، انا جربتها هاد الطريقة، غادي يبقى يمشي لهاديك البلاصة ديال هاديك البرودة ويجلس فيها، غادي ما غاديش يبقى يتحرك هاك وهاك. وكذلك ديروها للأرانب الصغار حتى هما، علاش لا؟ هانتوما ها هو ما بغاش يتحرك من تما. علاش؟ لان مسكين راه حس بالبروده كيما حتى هو، راه في هذه الوقيته هذه راه في الحقيقه راه الحراره ديال بصح، ان هنا في المنطقه الشرقيه الحراره بزاف. كيما قلت لكم هنايا خليو هذا الفج هذا، انتم كما كتشوفوا هذا الفج هذا، باش الا كان شي تسربات ديال المياه ديالو يقدر دوز من هنا وتمشي للكار. وهذه الطريقه هذه اللي عنده الارانب كيعانيوا من الحراره، كونوا متأكدين أن الطريقة راه فعالة 100%. يلا إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. سمحوا لي إلا تعطلت عليكم، عندي الخدمة في هذه الأيامات عليها راني كنتعطل عليكم، ولكن غادي نحاول أنني مرة نبقى نصيفط لكم فيديوهات. مرحبا بكم في القناة ديالي، وشكرا على التعليقات المزيانة ديالكم. الصراحة كتشكروني وكتدعموني. اللي باقي ما شاركش معايا يشارك معايا ويدخل يشوف الفيديوهات ديالي، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.